إذن عودنا ولينا لكم أعزائنا المشاهدين مع ضيوف جدد، مازلنا مكملين معكم. راهم تواجد معايا غاني الجزائري، مرحبا بك. بك وهلا، صحة عيدكم، ينعد علينا إن شاء الله بالخير والهنا والبركة، وكل عام وانتم بخير. سعيد جدا بلقاء معكم اليوم، إن شاء الله يكون عيد وتكون كانت لقاء مع احبابنا اللي راهم كيتفرجوا. حنا اللي نشكروك على تلبيه الدعوه غاني الجزائري. شكرا ليك. نرحب كذلك بليلي سلطان. صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، ولعقوب العام الجاي ينعاد علينا بالصحه والهنا، ونقول عيد مبارك لكل الامه العربيه المسلمه واخص بذكر الجزائريين. شكرا ليلي سلطان. نولوا لامين سولاي، مرحبا بك. الله يسلمك، مساء الخير عليكم وصحه عيدكم. كل عام وانتم بألف خير وأمة إسلامية بخير. نشكركم على الاستضافة، وبلا ما نساو ثاني كنحيوا ناس الغربة. أكيد أكيد. لا توحشوا بزاف. كنا هضرنا عليهم شحال من خطرة في البلاطوات اللي فاتوا، وقلنا بلي نوجهوا لهم تحية ونقولوا لهم بلي رانا معكم مرة واحدة أخرى. إذا نعاود نولي عند غاني الجزائري، واش راك؟ واش راك مع العيد؟ كيفاش جوز رمضان؟ واش نقول لك؟ رمضان، باش نقول لك صح صح صح، رمضان جاز خفيف وظريف، ما حسينالوش. كانت يعني لا بروميير سيمان كانت يعني انتي بو كالم، ومن بعد بدات شويه الحركه مع الفنانين. وكما تعرفي عندنا حفلات في 15 يوم، وعندنا حفلات كانوا كاينين يعني حفلات كانوا حفلات بصح كان يعني فريمون كانت كنا شغل اون ريسبكت تاخذوا الاحتياطات تاعكم، اون ريسبكتي لي نومبر كانوا ليميتي والناس كانت واعيه بهذا الوباء اللي رانا به. سما لي جون ايزيتي كاع لا بافيت اي تو، والحمد لله الحمد لله. كان رمضان يعني رمضان. اسمح لي برك راني تفكرت حاجه، اذا تسمح لي نبيع حاجه صغيره. بيعي اليوم. شوف اليوم عيد، وعيد في كل كاين حريه التعبير. ما لا نبيع باللي كنت تروح لدار العجازه. وي كنت نروح لدار العجازه. كيفاش درت هذا العام ودار العجازه اللي على بالي بلي ما مدتش يعني لي زوتوريزاسيون، وما صرحتش للناس انهم يروحوا يديروا حفلات لتم؟ كيفاش تلقيت هذا الخبر؟ ربما يعني باش نهضر على دار العجزه، نحيي في الغيبيه الاب تاعك اللي يقولوا صحة عيدك، اللي هو اللي كان كل عام يعطينا الفرصه باش نعملوا هذا العام عمل خيري هذا في دار العجزه. بصح للاسف في هذا العام انا كذلك بدوري يسمح لي نوجه له تحيه ونقول له صحة عيدك. راني خليتك وراني اليوم هنا في البلاطو باش نجوزوا العيد مع عائلتنا الثانيه. اكزاكتومون. للاسف معليش ما قدرناش نزوروهم في رمضان، وما قدرناش نحييو يعني حفلات في رمضان. بصح واش نقول للناس راهم يشاهدوا فينا، والفنانين يعني احنا اتفقنا مع الفنانين باش نروحوا نزوروهم، تكون زياره خفيفه وظريفه، وكما الاعوام السابقه ان شاء الله. ليلي سلطان، كيما قلت لك مقبله تركي سلطانه اليوم، الله يبارك في سلطانه الله ينورك. سلطانه غالي سلطانه ليلي، ربي يحفظكم تعيشوا. حتى ليلي سلطان معروفه، يعني هي يقول لك الخير ديرو وانساه ما تهضرش عليه، لكن قال لك يتمد ويتخبي. اكزاكتومون. لكن مليح من داك، حنايا كي نديروها ماشي رياء، ولكن باش نوعيو الناس بلي هذه حاجه مليحه، باش ندفعوهم باش اكيد. يعني حنا كيما هضرنا على دار العجزه، مادا بينا حنا الناس اليوم تروح وتجوز معاهم العيد وتشوفهم، باسكو هذيك الفرحه ديالهم وهذيك الضحكه ديالهم تسوى الدنيا وما فيها. ليلي نعاود نولي ليك، انت كنتي تحضري حفلات تاع الختان، وكنتي تانيميها وتفرحي معاهم، خاصه تاع المعوزين اللي ما عندهمش، والفقراء خاصه. هاد العام اسك كانت كاينه هاد المبادره كما العوام اللي فاتوا؟ والله راني جد متاسفه لهاد، يعني الله غالب الظروف الصحيه، كي على بالك واش كاين الوباء اللي يدور، وكما يقول لك ربي يحفظ المؤمنين كاملين.
والله غالب كيما يقول لك حنا لو كان كانت في يدنا نمشيو ديال العجازه كيما موالفين في رمضان سيتي لا تورني ديال العجازه الطفوله المسعفه دار الايتام نمشيو لهم كامل يعني اللي يعيط لنا يقول لنا فوالا كاين حفله ولا تجو نجو نروحوا ما فيهاش نقاش ما فيهاش نعم ولا لا لا مي هذا العام اوطون كو شتي وشو صاري في لو موند اونتي ماشي غير في بلادنا الوباء اللي راهو اللي ربي يحفظ المؤمنين كاملين ان شاء الله ما قدرناش نتحركوا حتى اللي حتى يعني قولي العائله تاعنا توحشناهم كنا نروحوا ندخلوا في الباب نوقفوا مس الخير واش راكم نعاودوا نخرجوا توحشناهم كاين عائلات توحشناهم بكري كنا كي نحبوا البنادم نروحوا نزوروه اليوم ولينا كي نحبوا البنادم مالوغوزمون نبعدوا نخافوا عليه ونخافوا نضروه كيما يقول لك الحمد لله دوكا كاين وسائل الاعلام الحمد لله كاين الحمد لله لكن حتى التليفون وحتى وسائل التواصل الاجتماعي ماشي كيما تشوفيها بيرسون حاجه باينه ماشي كيما تشوفيهم حتى ولا انا نهضر نوجه تحيه للجده ديالي اللي راهي كبيره انا ماذا بيا نروح عندها ماذا بيا نشوفها ماذا بيا نعنقها كيما زمان يا صله الرحم كي تمشي هذيك هي الحسنه اللي تديها اكيد لكن الكورونا اللي هي اللي بعدتنا ربما ما ان شاء الله ربي يرفد علينا الوباء امين ان شاء الله امين نوجه لها تحيه خالصه من عندي نقول لك نحبك بزاف وان شاء الله ربي يطول في عمرك ونقول لك كل عام وانت بخير ان شاء الله يا ورده يا جنينه حنقول امين صلي نعاود نولي لك انا نعاود نولي ليك خرجني شويه من هاد لانه انا الجده تاعي نحبها بزاف فربما ربي يطول عمرها ان شاء الله ربي يحفظها دونك خرجنا شويه واذا عندك كاش اغنيه ماذا بيا انا ما كاش مشكل واش جبت لنا اغنيه شافوني نبغيها جبتها اليوم نادي ستيل ماروكان كنت قلت لي ستيل ماروكان قال الجمهور اللي يشوف فينا داخل الوطن وخارج الوطن واش شافوني نبغيها حطيت العين عليها سلبوني فيها والله ما نخليها واش شافوني نبغيها حطيت العين عليها حسدوني فيها والله ما نخليها والسينما وتبارك الله عليك لالا واخا سيدي خلينا من كلام الناس وانا رميت امورا ومرايا قلبي حساس لاش نعيدوا الحكايه وشافوني نبغيها حطيت العين عليها حسدوني فيها والله ما نخليها وشافوني نبغيها حطيت العين عليها حسدوني فيها والله ما نخليها يا شافوني نبغيها حطيت العين عليها حسدوني فيها والله ما نخليها وشافوني نبغيها حطيت العين عليها حسدوني فيها والله ما نخليها وصبرت معك شحال شافوني نبغيها حطيت العين عليها حسدوني فيها والله ما نخليها شافوني نبغيها حطيت العين عليها حسدوني فيها والله ما نخليها يا اذا شكرا لك على هذه الاغنيه الجميله بارك الله فيك ممكن ربما تحكي لنا على هذه الاغنيه هذه الكلمات كلمه دياولي تلحين سعيد بريستيج تحيه بهذه المناسبه بون هذه الاغنيه والله كنا قاعدين في استوديو كنا قصارين هكذا جات موسيقى هكذا كتبت لها يومين وانا كتبت هذه الاغنيه وربما كاين جديد راك توجد فيه ان شاء الله جديد ان شاء الله ني سجلت زوج اغنيات
وحده سبيسيال شاوي 100% شاوي، وحده وحدي وحده مع ثنائي معنا دياسمين، حيها بالمناسبه نقولها صحه عيدك، نقولوا لها صحه عيدك، صحه عيد كاع العائله ديالك ان شاء الله. مول العيد رانا مع التصوير تاع الكليب، نكملوها ان شاء الله مول العيد 15 يوم مول العيد ان شاء الله تكون ان شاء الله يا ربي. انا نولي ليلي سلطان سلطانه سلطانه خلاص من اليوم بيكم 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 بيكم. اذا سلطانه واش درتي لنا في الحلوه هذا العيد؟ الحلوه انا شويه يعني ماشي 100% بصح هاكي تعرفي دوقتي ندوقوا شويه نديروا حاجه خفيفه يعني حفال هكا وصايي. واش درتيكم؟ والله غير درنا احنا نديروا لي صابلين، نديروا تشارك العريان تشارك مسكر من داك ماشي حاجه ما تضحكش بزاف امي ونديروا غريبيه، نديروا حلو الطابع، حاجه ساك يعني اللي اللي تنكل الدراري يحبوها تاعنا تاعنا. الغريبيه عاودت ولات هاد الايامات الاخرين بيان سور، ولاو لي غاتو تراديسيونيل لي زونسيان غاتو اكزاكتومون، لي غاتو الطابع غريبيه تشارك وي وي ولاو ولاو هادوما. وكيفاش كنتي تجوزي رمضانك؟ والله نقول لك حاجه، رمضان كنت نفطر مع العائله ومن بعد العشيه نروح لبيتي ناخذ خلوه مع روحي، نقعد نصلي صلاتي، نكتب ديفو، نقعد نخدم شغلي نواسي، ومن بعد نقعد نقرا شويه قران. ربما يبان لك انت يا رمضان هو انك تهربي من كل حاجه وتريحي مع روحك. امنيني هذا رمضان صح هربت من كل حاجه وريحت مع روحي. درت خلوه في رمضان هديه ان شاء الله ربي يتقبل مني. امين يا رب العالمين الحمد لله، كثر خير ربي وفقني ربي باش قريت القران وكملته الحمد لله يا ربي. جو سوي تري كونتونت والله، راحت نفس ما تامنيش كيفاش في قلب الانسان. وكما يقول لك توجور ايتين مع احبابنا، انا نكسروا في الميسنجر في بابايبر هاد مع الفنانين خاوتي احبابي وناسنا، وكما يقول لك ما نمشوش لبعضنا بصح والله يدومها نعمه والحمد لله كثر خير ربي. اذا نقول لك ان شاء الله ربي يتقبل منك. امين ان شاء الله ان شاء الله وربي يدومها نعمه. امين. نولوا الغاني الجزائري، كيفاش جوزت رمضانك؟ كاش قضيان كاش بون رمضان يعني كما كانت تقول ليلي، رمضان كاين اللمه العائليه، دونك احنا كل نهار وين نفطروا عند الخاوه، يعني الخاوه والخوات تيتو، دونك نهار نفطروا عند خويا، نهار نفطروا عند اختي، ومن بعد لا فامي كامل، ومن بعد يدخلوا الاحباب اللي قراب منا قاعدين نفطروا عندهم. وكما قالت لك لا بروميير سيمين كانت شويه كالم يعني، مي من بعد 15 يوم من بعد بدات شويه تتحرك، كاين دي زاسوسياسيون عملوا طهاره للناس اللي ماشي قادرين، وكاين كانت عبر السبيل وسي، كاين هذوك لي ريستورون عبر السبيل وسي، رحنا زرناهم وقعدنا معاهم وفطرنا معاهم. صافي ما يغلبك شهر رمضان، كنت ديما ما يغلبنيش رمضان باسكو نرقد ما نكذبش يعني نتشهى صح ما يغلبناش، انا وحده ما يغلبنيش رمضان، نحب تلقاي راحتك فيه، نحب احنا وامين تلاقاو بزاف يعني تلاقاو بزاف احنا وامين تلاقاو في المرشيات يعني امين معروف موتوا على المرشيات هذا الزوج احنا وامين معروفين نحبوا الكبده و كل راه غادي يعيط لي وين راك راني جاي لي اختي يحبوا غير قلب الحبه فوالا وين صبت هذيك الحاجه قال صبتها هذيك الموطا اسنا جيب لي وجيب لي انا نقول لكم ردوا بالكم راهو العيد الواحد يعرف واش ياكل مور العيد مور رمضان بالعقل باسكو رانا 30 يوم صوم رانا 30 يوم نحينا من الجسم تاعنا السموم واحد يروح لها غير بلاقه. لا لا لازم نعبدوا القليان امين لازم نعبدوا نور بلاصيو سبارابو العام اللي فات الحمد لله هذا العام العام اللي فات كلش مغلوق يعني صح الحمد لله يعني بارابو العام اللي فات يعني هذا العام شويه هذا العام ما العام اللي فات ثلاثه كلش مغلوق نخرجوا تلاقينا مع ليلي الحمد لله مع امين مع الفنانين وحده خرجت اليوم الحصه تاعنا راهي معمره بالاكسكلوزيفيتي الحصري راه داير حاله حصري ليلي سلطان جبتي لنا اغنيه حصريه في الجزائر انوان اكزاكتومون لا بروميير فوا يسموها الاغنيه مزغنه مزغنه ويتغنى على بيبان الجزائر بيبان الخمسه تاع الجزائر
فوالا. وهذه الاغنيه كتابه كمال قديش وتلحين جهيد بورنان. نوجدهم تحيه. نوجدهم تحيه بيان سور. وعازف اول لارونجور نحن نعيطوا له حميد فرطاطو بصح هو اسمه عامر. عامر ونقول له يعطيك الصحه على الخدمه اللي خدمتها ان تري 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 بون ترافاي. وكذلك لو بيركسيون الشاكيب ولو فيولونيست رياض عيد قاسي. فوالا دونك راكي شو يعطيهم الصحه. شوفي هي لا شونسون لي ان بو طويله شويه بصح ماذا بيا تسمعوها ان شاء الله. ان شاء الله حنا انت راكي شوقتينا على كل وانا متاكده باللي المشهد الكريم راهو يستنى فيها إن شاء الله. ربما الاخ امين تعطيها برك الميكروفون. شكرا. نسمعوها ان شاء الله. يلا ان شاء الله. قبل سيدي عبد الرحمن لقى وشرة تتمنى محروسة وفيها الأمان محروسة وفيها الأمان. يا صايل قاصد مزغنا قبل سيدي عبد الرحمن تلقى وشرة تتمنى محروسة وفيها الأمان محروسة وفيها الأمان. كوز يوم كانت تكنا ناسها همة وشان فيك راهي تسمى حلت لك خمسة بيبان. اي كوز يوم كانت تكنا العاصمة كبيرة في الشان فيك راهي تسمى حلت لك خمسة بيبان. جوز نهار سعيد العلالي والبحر يبان من القصبة لباب عزون أثر عندها قرونة قصر صلاط وحصون عقلك يسافر للزمان. صاير قاصد مزغنا بلاد سيدي عبد الرحمن تلقى وشراك تتمنى محروسة وفيها الأمان محروسة وفيها الأمان. يا صاير قاصد مزغنا بلاد سيدي عبد الرحمن تلقى وشراك تتمنى محروسة وفيها الأمان محروسة وفيها الأمان. إيكوز يوم كانت تكنا العاصمة كبيرة في الشان فيك راهي تستنى حلت لك خمسة بيبان. إيكوز يوم كانت تكنا ناسها همة وشان فيك راهي تستنى حلت لك خمسة بيبان. إذا هذه كانت أغنية ليلي سلطان مزغنا. هي الأغنية عندها دورتينا كاع العاصمة. العاصمة مازالها شوية طويلة ما كملناهاش باسكو على بالي ما يكفيش يعني الوقت. يعني حنا نهضروا على العاصمة اكزاكتومون. هي هي نغنيو على خمس بيبان تاع الجزائر. تاع الجزائر. باب زيارة، باب الواد، باب البحر، باب جديد، باب عزون. وكما يقول لك احنا حبينا نقيموا انا نوجهوا سمحي لي برك ليلي احنا نوجهوا تحيه خالصه من القلب لكامل سكان الجزائر العاصمه باب الواد باب جديد كامل الى قلب العاصمه اكيد القصبه. هاد لا شونسون كما يقول لك ان شاء الله ما قريب نديروا لها ان كليب ونزوروا كامل البيبان ان شاء الله. ان شاء الله نتمناو يكون الكليب يدور في القصبه بالحي بيان سور. الله سي سا سي سا نوتر بوت هنا والخفيفه. الله لو بوت تاعنا سي كنا هاد نبينو الجزائر كما
يقول لك من ساسها راسها فهمتي من البيبان تاعها ونمشوا في القصبه ونطلوا من السطح تاع القصبه ونمشوا في القصبه ونخرجوا في البيبان كامل هذيك لا فيو اللي كاينه الله يبارك باراديزياك ما تشبعيهاش كيطلي من فوق والبحر فوالا باسكو لا شونسون سي ليستواغ هذا سي اون هيستوار وبالكليب حنا ثاني راح نعرفوا سورتو الناس اللي راهم برا ما يعرفوش ربما كاين بزاف ناس ما تعرفش الجزائر يعرفوا الجي لا بلونش اللي ما يعرفوش لا كاسبه واش فيها يعرفوا غير لا كاسبه البنيان تاع بكري دونك حنا ماذا بينا بهذه الاغاني نبينوا لهم سورتو كي يكون كليب شباب سي مون بوت انا سي لو بوت تاعي ان شاء الله باش كيما هاد لا جينيراسيون اللي طالعه دراري صغار هذوما طالعين يعرفوا القصبه يعرفوا لا شونسون هذه تجسد القصبه وبيبانها مزغنا اون جينيرال في هذه القصيده وان شاء الله تعجبكم وتنال الاعجاب ان شاء الله هي اغنيه جميله وفيها حتى مزرنا باسكو دوك بيسكو لا شونسون طويله شويه فيها حتى مزرنا تسمى ميم الخلوه تاع البلاد وفي لومبيونس هذيك وكامل كي نذكروا باب الواد نجبدوا هذيك الزرنه ونخدموها ان شاء الله تنال الاعجاب ان شاء الله على سيره برك الزرنه احنا نوجهوا تحيه يوجهها بن ناصر سفيان البن ناصر ريان وكل العائله واصدقاء كذلك تحية لفندق نيو داي من حميد مالك لو بروبريتير وفريق الامن اللي راهم مريح معنا حتى لهاد يعني هاد القاعده راهو مريح معنا وراهو ساهر على الحمايه كاينه حاجه ايضا نوجهو كما قلت تحيه لكل سكان باب الواد على راسهم خالتي ذهبيه نعاود نولي عند غني جزائري حنا رانا سمعنا عصيني سمعنا شاوي سمعنا ماروكان سمعنا القبيلي ما سمعناهش لا انا هنا وانت راك توتوبسيون ماذا بينا الزول من الاول مرحبا نسوان صح العيد نوان ما كاش مشكل يا بابا دونك حنا ماذا بينا نسمعوا شويه القبيليه بون انا يا باش نقول لك حاجه واحده انا نحب التراث يعني انا لي البوم تاعي عندي 7 البوم سور لو مارشي ولي البوم تاعي كاع نحيي التراث يعني نحوس على التراث ونحيي التراث والاغاني كاع سي باتريمون تاعنا نحب نوصل الاغنيه القديمه نوصلها للجيل اللي راهوك جاي والسميع اللي راهو جاي يعني باش وندخل فيها شويه على بالك احنا ندخلوا شويه دي انسترومون جدد لي نوفو ريتم اي تو اللي تقدر زعما تدخل في السميع اللي راهوك واش جبت لنا في الاغنيه القبائليه جبت اغنيه اللي معروفه هي اللي لنا شريفه ربي يرحمها يا مبروك العرس وكون اليوم عرس يعني عيد دونك جبت اغنيه تاع ناشيفه اذا الميكروفون راهو عند برك ما حبش تعطينا ميكرو حبت الميكرو يقع في مزغنا لا لا جزائر كبيره احنا كاع شمال الجنوب من الشرق للغرب ما خيروا حد على حد كنا في انا كاع خاوه وحباب شوفي كنا في الغرب جزنا الوسط ودوك رانا في اي في الشرق في الشرق عند القبائل برافو ميرسي يعطيكم الصحه تنميرتيك غني تنمير اي جو بروفيت لوكازيون وديني القبايل صحه العيد نون ان شاء الله هذا العيد ذا مربوح ان شاء الله اي جو بروفيت اوسي pour dire mes cousins mon oncle نقول لهم toute la famille صغار نقول لهم صحه عيدكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله كل عام يلقاكم بخير وعلى خير وانا نقول صحاب ازفون باسكو جو سوي اوريجينير دازفون نقول لهم صحة عيدكم صحة العيد نون وكل عام وانتم بخير ان شاء الله اذا هكذا نقول لكم تقولوا لنا كلمات اخيره قبل ما نختموا ربما كلمه الاخيره تقعد المشاهد اللي يشاهدوا فينا والناس اللي يشاهدوا فينا نقول لهم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير وادعيوا ان شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء هذا وتعاود تولي ايامنا ايام زينه وحلوه وكل عام نتوما بخير ان شاء الله يا ربي ليلي نقول لك نشكركم على الضحف الاستضافه الطيبه ويعطيكم الصحه وقول عيد كل الجزائريين ب
بخير ان شاء الله والعقوبه العامه تجي ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء ونولوا كما كنا من قبل. وتحيه خالصه الى كل العائله كل احبه كل اصدقاء باش ما نغير حتى واحد. وتحيه لكم نتوما مدام ويحيى بيان سور نوال اللي نحبها بزاف بزاف خوتي والعائله تاعهم وكل الجزائريين. شكرا ان شاء الله. امين سوليه لكم صحه عيدكم ونشكر بزاف الجزائر أنوان على هذه الاستضافه. نقول للشعب الجزائري صحه عيدكم سيرتو ناس الغربه ما ننساهمش كما قلنا في الاول. ليكيب تكنيك سيرتو ما ننساش الاب ديالك مصطفى ربي يحفظه خوتنا نسيمه نوال ويحيى كامل ليكيب نقول لهم يعطيكم الصحه وعائلتي صغير وكبير بلا ما ننسى زوج بناتي داليا ونهاد ربي يحفظهم لك ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين انا نقول لكم نروحوا نشوفوا كليب كريم مصباحي ونعاودوا نوليو.